أربعة أيام متواصلة من العمل وزعت فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق مع عملة إقليم ورزازات مساعدة إنسانية غطت كافة الدواوير التي كانت تعاني العزلة بفعل تهطل الثلوج، استجابة سريعة وفعالة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. صراحه والله الا كانت واحد الفرحه كبيره على الناس ديال الدوار، زعما كانوا كيتسناوها شحال هذه. الحمد لله جات في وقتها، حيت هاد الثلوج هذه والله الا دامت واحد المده زعما اللي كانوا الناس خايفين. الحمد لله، وكنشكر جلاله الملك على هذه المبادره الطيبه اللي دار معنا، وكنا محتاجينها بزاف، تكلفتنا بزاف حنا وكاع الناس، راكم عارفين التضاريس ديال الجبال وكل شيء، وشكرا بزاف، الله ينصر سيدنا. 75 دوارا شملتهم المساعدة الإنسانية المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. حوالي 9000 عائلة استلمت وبشكل مباشر مواد غذائية وأغطية استفادت من مواكبة طبية واجتماعية شملت 84 من النساء الحوامل وكذا الحالات الصحية التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا. اولا نشكركم بعدا على هذا الخير هذا اللي لله تعالى، كنشكركم. اولا كنشكر سيدنا الله ينصره، وكنتمنوا الخير ان شاء الله. سلكوا تقرا عندنا محبوسه دابا شهرين ولا 3 شهور، هذا الشيء اللي دار لنا راه داز فينا، والله ينصره، والله يجعل سيدي ربي يعاون هذو اللي كيجروا على الصالح ديالنا، ساهرين علينا والله يجزاهم بخير. ولتسهيل عملية توزيع المساعدات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عبأت عمالة إقليم ورزازات أكثر من 90 آلية لفتح المسالك الطرقية وإزاحة الثلوج، كما تم الاستعانة بشاحنات ومروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية.